منذ طوفان الاقصى بدانا نرصد حاله ان هناك تجليات لحروب الجيل الخامس التي واحده من الابعاد التي تحضر في الميدان التعبوي والقدرات التسليحيه هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي فاعل مؤثر كبير جدا سيقلب معادله الحروب من حروب تقليديه الى حروب غير تقليديه وتتخطى الحروب غير المتناظره. إلى الحروب التي فيها يكون الجهد التقني فاعلا ومؤثرا في بعض الأحيان بعيدا حتى على التوجيه البشري أي بمعنى أنه إحنا المعادلة الثلاثية اللي نحتاجها في رصد واستمكان الأهداف تم الاستغناء عنها بشريا والتنازل المن إلى التقنية للقيام بكل الفعاليات الثلاث بما فيها الانتليجنز اللي كانت هي اساس بشري يعني معلومه بشريه وجهد استخباري بشري لتقييم وتقدير الموقف وتحديد الهدف وحتى ترتيب قوه الضربه هي بجهد بشري من يتخذ القرار وما الى ذلك الان حتى القرار اصبح قرار الدرون وهذه معادله جدا في نظام اسمه نظام حبسوره نظام تستخدمه اسرائيل حبسورة هو نظام جديد للذكاء الاصطناعي يعطي تفويضا إلى الدرون في أن يطور نفسه تلقائيا على مستوى تطوير الأهداف ويبدأ في الرصد والتحليل والاستمكان والمتابعة وتأمين قاعدة البيانات كله عبر الكمبيوترات بالمناسبة البيتو الكمبيوترات اللي بها طائرة واحدة الكمبيوترات اللي بها 130 كمبيوتر يتحكم فيها ابتداء من حرارة سخونة جسم الطائرة إلى الرياكشن الإلكتروني وما إلى ذلك حتى وصولا إلى مستوى الإطلاق ولديها قدرة الإطلاق للصواريخ إلى 2000 كيلومتر <applause> هذه الدرونات اللي احنا نتحدث عنها اللي دخل بها الذكاء الاصطناعي بدأت تطور إمكانياتها تلقائياً يعني تطلق في الجو، احنا كان عندنا على سبيل المثال في الحروب التقليديه. كنا اذا حلقنا في منطقه يجد فيها تجد فيها قواطع العمليات للتغطيه اللي احنا نطلق عليه بالكروس كفر، التغطيه الراداريه. في بعض الاحيان اما يتخطاها الطيران الواطي او العوائق الطبيعيه كالجبال والتلال تؤدي الى خلل في التغطيه الراداريه. فبمجرد ان يحصل عند قاطع العمليات مثل هكذا اضطراب احتمال اختراق جوي بطيران واطي يكون دون مستوى المسح الراداري او ان تكون اعاقه جبليه يعطي اذن للطيار بالصيد الحر الفريقان يقول انا عندي صار عمل راداري فانت ما عندك هدف صديق بالجو انت الهدف الوحيد اللي موجود اي هدف امامك هو صيد حر بالنسبه لك فاحنا هاي نطلق عليها بالفريقان ينزع القاطع العمليات المسؤوليه ويلقيها على عاتق الطيار انه انت تتحكم بالمنطقه على اعتبار هو بارتفاع عالي وهو الذي يرصد ويستبكر ويعالج يتحمل هو المسؤوليه الطيار الفريق الان بدات نظريه الفريقال تسحب من الجهد البشري والطيار البشري الى الطيار الالي او الكمبيوتر في طائره الدرون بل ابعد من ذلك بدات بدات عمليه التحديث للاهداف تجري بدقه عاليه جدا، هل تعلم ان واحده من الاهداف اللي الان نتوقع يعني لا سمح الله احنا طبعا لا نرغب جدا طيب. في ان يكون العراق جزءا من معادله الازمه الاقليميه، لكنه واحده من الامور اللي ترصد هي ابراج المؤس المؤسسات الاعلاميه وعلى اساس برج المؤسسه الاعلاميه تبنى قاعده بيانات كامله وتحدد اهداف للدرون والدرون يتصرف في وقت الاطلاق. مه. متى ما اكتملت وجهزت لديه قاعده البيانات طيب. هو يمتلك تفويض للقيام بعمليات دون العوده الى الجهد البشري، فهذه واحده من قضايا الذكاء الاصطناعي جيد اللي بالحقيقه بدات الاله فيه تتحكم في الميدان القتالي، لا سيما نحن نتحدث عن حروب جويه، جيد. الحروب الجويه اخطر بكثير من الحروب البريه.